تكمل هنا مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال مسارنا الثاني وثاني انطلاقاتنا في هذه الأمسية الجميلة المميزة. على بركة الله كالعادة تكون الانطلاقة وكل الدعوات أيضا بأن يكون أيضا نجاح حليف المشاركين في هذه الانطلاقات وكل انطلاقات رياضتنا كما نتابع من هذه اللحظة. نبدأ إذا ونذكر بيوم الغد بإذن تعالى انطلاقة يوم الختام. الختام سيكون على مدار فترتين صباحية ومسائية. الفترة الصباحية سوف تحمل منافسات أبناء القبائل لثمانية أشواط، أربعا منها للقاية وأربعا منها للإذاع، وأيضا المساء سيحمل نفس الترتيب ونفس العدد ولكن لهجن أصحاب السمو والشيوخ. هذه هي انطلاقة هذا الجدول وهنا اندفاع هذا الشوط الأول بالنسبة للمهجنات وثاني الأشواط في المجموع. جميل على المركز الأول هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة سيف بن أحمد بن خليد الينيبي، بينما المركز الثاني العنود على ثاني مراكز لجنة العاصفة حمد بن راشد بن غدير في التضمير. المركز الثالث وصلت مغرية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحمير يضمرها. وفي المركز الرابع البارجة في المركز الرابع سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. هناك على المركز الخامس تأتي مسيكة لهجن العاصمة حمد بن راشد بن غدير يضمرها. وفي المركز الخامس الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن عبد الله بن واس الله بن علي بن واس في التضمير، بينما المركز السابع هنا دخول قادم في هذه اللحظة من الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسيف بن عمير العميمي يضمرها. والمركز الثامن هناك ما شاء الله الظبي 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 في المركز الثامن لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم وسعيد بن عبد الله بن حميدات الاجتبي يضمرها. وهناك على المركز التاسع نتواصل من خلال هذه اللحظة بوجود الرباعة لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير يضمرها. والمركز العاشر تأتي الشاهينية لهجن رياسة حمد بن شطيط الوهيبي في التضمير. هذه المراكز الأولى هنا المنافسات الأولى والتحديات الأولى ومشواري هذا الشوط الذي بدأ كالعادة في هذا السن سن الإذاعة اكتساب جزئية من الخبرة وانطلاق ما شاء الله من البداية. شوفوا هناك الصدارة، شوفوا المقدمة لا زالت جميلة وهي جميلة وهي حلوة ومدلعة جميلة على المركز الأول. انفراد تقريبي للصدارة هناك مع جميلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسيف بن أحمد بن خريدة الينيبي يقدم جميلة وهي بالفعل أداء مميز وانطلاق تتميز به هذه النوعيات. المركز الثاني تدخلات من العنود على ثاني المراكز وعناد العنود هنا بادي وواضح من انطلاقة هذا الشوط لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتابعها ويراقب جميلة هناك على المقدمة ويتمنى ويريد أيضا أن يكون في المقدمة هو المركز الأول بعد لحظات من انطلاقه. هناك على المركز الثالث نعود مع مغري في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري مع التواصل الجميل بمغرية وأداء مغرية. المركز الرابع دخول من البارجة في المركز الرابع سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم أيضا سعيد بن عبيد الحميري في التضمير. وهنا تدخل من الشايبي في خامس المراكز واللي انتقلت بدورها إلى المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسيد بن عمير العميمي. وهناك على المركز السادس وصلت من المركز العاشر في هذه اللحظة الشاهينية لهجن رئاسة وحمد بن شطيط الوهيبي. يا سلام تبادل المراكز وتغيير الانطلاقات مع مسارنا إلى المسافة الأقل. أمسيك ولا الرباعة؟ الرباعة المركز السابع في هذه اللحظة وفي هذا المسار لهجن عاصفة حمد بن راشد بن غدير يضمرها. وفي المركز الثامن تأتي مسيكة أيضا لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير يضمرها. تدخل أول ندى هناك لمجرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير في التضمير والإدارة والتدريب. والمركز العاشر هناك الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفيصل
بنطالب شريم المري ايضا يضمرها ويتابع هذه التحديات. مسارنا مميز، انطلاقنا مميز، والشوط هناك يقترب من اللحظات الاخيره. واقول جميله متجمله على المركز الاول على الصداره. تجمله يا جميله، قلنا اداء جميل وتستاهلين هناك على الصداره. وتوقع انها ما شاء الله وتبارك الله تعلنها منطلقه سايره الى المقدمه، محاوله البقاء هناك مع هذه اللحظات. جميله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سيف بن احمد بن خريده، آلي نيبي، يلا يا ابو خليل، يلا يا ابو خليل. ايضا اهالي المرموم، تشجيع ذاتي هنا، جماهير المرموم تتابع هذا الشوط بكل قوه وبكل متابعه مباشره عبر هذا النقل الحي والمباشر هنا لانطلاقات رياضه الاصاله من ميدان المرموم. احفه الميادين، الشايب تحركت، وبن عمير ايضا، سيف بن عمير الحميمي تحرك مع الشايبه واعلن قوه اداء الشايبه بهذه اللحظات. ما شاء الله تشببت الشايبه، انطلقت الى الصداره لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وسيف بن عمير الحميمي، الله، حرك الاجواء، حرك الاجواء، ضخ الدماء في هذا الشوط هناك على المقدمة وعلى الصدارة. المركز الثاني مغرية، على المركز الثاني سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم العرطي الحميري. والمركز الثالث تعود العنود هناك لجي العاصمة محمد بن راشد بن غدير يضمرها. وأرى التبديلات، المركز الرابع هناك الرباع لهج العاصمة محمد بن راشد بن غدير أيضا في المتابعة. اشتدي يا منافسة، اشتدي يا منافسة بالفعل. التغييرات، سلم واستلم، سلم واستلم السواء هناك، التغيير على الصدارة والتحديات. سلم واستلم، مغرية، مغرية، هي مغرية على المقدمة، على البداية، على المركز الأول. مغرية إغراء الصدارة، إغراء الناموس هنا بين عيني مغرية على المركز الأول، على الانطلاق الأول. بسلم على المرموم، بنقل التحية هنا لهالي المرموم، وسلامي عليك يا مغرية، وسلام على هذا الأداء المميز، وتهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم على هذا الفوز وهذا الانتصار لمغرية. ومشكور يا خبير المضمرين مسري بن سالم بالعرضي الحميري، سلام يا مغرية، سلام، سلام المرموم، سلام. المركز الثاني ذهب إلى العنود، في المركز الثاني لأجل العاصمة، والمركز الثالث الشاهينية لهجن رأسه، والمركز الرابع الرباعة لهجن العاصفة هذه. وهناك المركز الخامس الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هذه المراكز، هنا نشوف مغرية ما شاء الله، قلنا بدلت المراكز، وهنا تبادل الصدارة. 7:53، 7 من الأجزاء من الثانية. أيضا تهانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا مسري بن سالم بالعرطي الحميري.